تستعد وزارة الكهرباء والماء لعقد المؤتمر العربي الثالث للمياه الذي تستضيفه دولة الكويت في الثاني والثالث من الشهر المقبل بمشاركة 22 دولة عربية. وتحضيرا لهذا المؤتمر عقد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري مؤتمرا صحفيا ضم المشرفين على هذا المؤتمر. أكد فيه بوشهري أهمية هذا المؤتمر في مناقشة التحديات التي تواجه الدول في الحفاظ على المياه وإمكانية الخروج بالتوصيات التي تخدم أهداف المؤتمر. حرصنا حقيقة أن تكون هناك حملة إعلامية متواصلة مع جميع وسائل الإعلام سواء كانت مقروءة أو مكتوبة أو مرئية حتى تصل الرسالة المطلوب يعني إيصالها إلى جميع المستهلكين، لأن موضوع المياه هو يمس كل فرد يعيش سواء على أرض الكويت أو أي دولة عربية أخرى، وكلنا نعرف حجم التحديات التي تواجه قضية المياه في الدول العربية. المؤتمر يضم جهات متعددة من طبعا الدول جميع الدول العربية على رؤوسهم طبعا معالي وزراء شؤون المياه، وهذا يضم المجلس الوزاري العربي للمياه، وهذا من أهم المجالس العربية بما يخص شؤون المياه.